أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من التغطية المباشرة والمفتوحة من قناة المغاربية لحراك مستمر الآن لسبعة أشهر يحقق أهدافه رويدا رويدا، وآخر هذه الأهداف ما تبعناه يوم الجمعة وتحدثنا عنه يومها والأمس كذلك، وهو هذا الزخم الهائل الذي استعاد الحراك قوته به. واضح أن هناك ربما مرحلة جديدة دخل فيها الحراك باستعادة هذا الزخم الذي ذكرنا بزخمه الأول مباشرة يوم 22 فيفري حينما كانت ملايين الناس، واستمرت بعد ذلك. الآن عادت هذه الملايين إلى ولايات الجزائر 48، وواضح أن هناك يعني إصرارا على المواصلة إلى أن تتحقق الأهداف. هناك سقف بقي كما هو يطرحه الشارع الجزائري، وهو رحيل رموز المنظومة التي أفسدت البلاد وشردت العباد. في المقابل في الضفة الأخرى واضح أن المنظومة لن تستسلم بسهولة، وهناك مناورات ربما آخرها لجنة الحوار وهذا التقرير الذي تقدمت به اليوم للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، والتي قيل أن نتائجه جيدة. وكريم يونس سنتابع بعد قليل الكلام، ويقول أننا حاورنا المجتمع المدني والشخصيات السياسية والأحزاب السياسية وغيرها وخرجنا بهذا، والذي قال عنه نفسه رئيس الحكومة إن هناك ضمانات، أن اللجنة تقدم ضمانات لحسن سير الانتخابات التي يصر طبعا الجيش وقايد صالح على رأسه على ضرورة إنجازها في أقرب وقت ممكن. نتابع بداية مشاهدي الكرام هذا التصريح لكريم يونس، ثم نعود لنبدأ النقاش مع ضيوفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الهيئة الوطنية للوساطة والحوار التي كان لشرف التنسيق أشغلها قد أنهت المهام التي أدتها الاستجابة لمطلب المجتمع المدني. لقد توصلت الهيئة في ظرف زمني قصير وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد إلى الاستماع والتحاور والنقاش مع 23 حزبا سياسيا و 5670 جمعية وطنية ومحلية، شخصيات وكفاءات وطنية على اختلاف أطيافها وفواعي الحراك الشعبي من مختلف أرجاء الوطن، التي لبت دعوة الهيئة وبدون شك نداء الوطن. لقد تمكنت الهيئة من إقناع الأغلبية بأنها فضاء للتنسيق والإصغاء وليس فضاء للتفاوض. لهذا ووفقا للالتزام برفع كل الشغلات المقدمة، تم تدوين والتحرير كل المساهمات والمقترحات المقدمة بالصدق والنزاهة في تقرير الذي قدمناه لسيد رئيس الدولة، والذي سنقدمه أيضا للأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية والأسرة الإعلامية ليكون في متناول الجميع من أجل إتاحة الفرصة لمواطنينا لفتح النقاش واسع، إيمانا منا أن ثقافة الحوار تظل أبدية. في نفس السياق، قد أعلنا في الأيام الماضية عن المقترحات الرئيسية التي تعد ضرورة أساسية في نظر جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لكل خطوة إجرائية المستوحاة من مطالب الشعب، والتي تتجلى أساسا في تعديل قانون الانتخابات وإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات تخول لها عملية التحضير والتنظيم ومراقبة العملية الانتخابية. ونغتنم هذه الفرصة كي نذكر بمحتوى تصريحنا الملقى في هذا المكان بالذات، الذي من خلاله أكدنا وبقناعة قوية أنه إذا كان الحوار فضيلة الشعوب
المتحضرة، وإن الشعب الجزائري جزء منها كما أظهره في العديد من المناسبات، فإننا مقتنعون أيضا بأن توفير بيئة ملائمة ضرورية ملحة وتحسين المناخ الانتخابي. هذه ليست قناعتنا فحسب، بل هي قناعة كل من حاورناهم، وبقى هذا العمل بطبيعة الحال عمل بشري والكمل لله. في الختام أود أن أخص مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وقيادتها بعبارة الشكر على مرافقة ومساندة مسار حوار وطني. شكرا والسلام عليكم. إذا مشى الكلام للتعليق على هذا الموضوع، ورحب بضيفي من الجزائر حبيب برهمية القيادي في حزب جيل جديد. مرحبا بك أستاذ برهمية. معي كذلك من الولايات المتحدة الأمريكية من فيرجينيا الأستاذ الجامعي ووسيط الحوار الأستاذ حميد للو. مرحبا بك أستاذ حميد. حبيب برهمية، أبدأ معك من هناك من الجزائر، حول تعليقك بداية على ما كنا نتابعه، هذا الحوار أو هذا التصريح الصحفي لكريم يونس بعد مغادرته القصر بعد لقائه لرئيس الجمهورية عبد القادر بن صالح. نعم، مساء الخير ومساء الخير لكل الإخوة المشاهدين القناة المغاربية. أولا كما قلنا منذ بداية، أو ليس بداية لكن مع الوقت، كيف جرت العملية أو ما يعرف بعملية الحوار، تتأسف أن كانت فكرة جيدة أفرغت تماما من محتواها. الفكرة كانت هي العودة إلى الشرعية عن طريق انتخابات تنظمها هيئة حقيقة مستقلة عن الإدارة من أجل الإشراف على الانتخابات، تنتج عن حوار حقيقي ما بين كل أطياف الشعب الجزائري. اليوم استعمل مصطلح الانتخابات، استعمل مصطلح اللجنة المستقلة، واستعمل مصطلح الحوار من دون أي حوار. اليوم نشوف أن الطريقة المختارة من طرف النظام هي طريقة أحادية تريد إعادة تجديد النظام السابق. منظرش أن الجزائريين اللي خرجوا يوم 22 فبراير خرجوا من أجل أن نعود نعيشوا البوتفليقية أو ما يشبهه. طيب حبيب، لكن الرجل قال عبد الكريم يونس قال أنه وقع التحاور مع 23 حزب، 5670 جمعية وطنية ومحلية، ومع عدد كبير من الشخصيات السياسية والوطنية. بالنسبة لي هذا العدد كاف ويمثل الحراك كذلك حسب ذكر. والله نظن أن من الأحسن الحوار مع الشعب الجزائري الذي يخرج بمئات الآلاف في الشارع كل أسبوع، كل جمعة وكل ثلاثاء، ويقول كلمته، أن هذا الحوار مرفوض تماما، لأن الحوار هذا ما راهوش مناخ يسمح أننا ننتق حقيقة في من نفاوضهم ومن يتحكمون في السلطة. كان الحوار، نظن أن الجزائريين كانوا موافقين على مبدأ الحوار، وكما قال سيد كريم يونس، هي من مبدأ من مبادئ الدول الحضارية. الشعب الحضاري الذي هو الشعب الجزائري كان موافق على مبدأ الحوار، لكن أن يكون حوار حقيقي من أجل ذهاب كل وجوه الأزمة، من أجل ذهاب هذا النظام، وليس كما قلت من أجل تجديد النظام. كنا نتمنى أن تكون هناك إجراءات تهدئة، وكنا كان جيل جديد طالب بها مباشرة. إن كان يريد هذا اللجنة تريد أن يشارك جيل جديد، حزب جيل جديد الذي يمثله اليوم في هذا الحوار، كانت هنالك إجراءات تهدئة مطلوبة، ذهاب كل وجوه الأزمة، خاصة كنا نخص بالذكر السيد بدوي رئيس الحكومة وحكومته، إطلاق سراح كل سجناء الرأي بالأخص الشباب الموجودين في السجن بسبب الراية الأمازيغية، وكذلك وقف التضييق على العاصمة وفتح المجال الإعلامي. لم يكن هذا، ليس هناك اليوم مناخ يسمح أننا نقول أن الجزائريين قادرين يتفاوضوا ما بيناتهم. طريقة التفاوض أو طريقة الحوار ما زلنا نساندها، لكن حوار من هذا النوع ليس الحوار الذي ينتظره الجزائريون. والجزائريون يجيبون عن هذا كل جمعة برفضهم تماما لهذه اللجنة، برفضهم تماما لهذه التمثيلية، برفضهم تماما من طريقة العمل. قال أن هناك 23 حزب شاركوا في الحوار، يعني من هم هؤلاء الأحزاب لو كان عندك فكرة، وما يعني دعنا نقول حجم وجودهم وتأثيرهم في الشارع؟ لا، كاين بعض الاحزاب شاركوا، انا ما نقدرش اليوم كحزب سياسي نحكم على المواقف، على هل
عندهم وجود او ما عندهمش وجود، نظن ان الانتخابات هي الوحيده اللي تقول من الحزب اللي عنده وجود او لا. لكن اليوم كاين لا انتم انتم كفاعلين سياسيين اكيد عندكم تقدير لبعضكم البعض يعني واضح. نعم نعم هذا وهذا الذي اسالك عنه يعني. لكن نظن اغلبيه احزاب المعارضه الجزائريه التي حاربت النظام البوتفليقة اليوم رافضة تماما جملة وتفصيلة لطريقة الحوار هذه، وليس الحوار كمبدأ. هذا هو الفرق. كما قلت في بداية المداخلة تاعي كانت فكرة جيدة طيب. فكرة الحوار لكن أفرغت من محتواها وهذا ما هو مرفوض. سأعود إليك بعد قليل أستاذ حبيب لو سمحت ابقى معي. أستاذ حميد للو رحب بك مرة أخرى، ما هو أهم تعليق ربما قد تسوق أنت عند سماع هذا الكلام؟ الرجل عارض نفسه كريم يونس وكأنه أجرى الحوار، قام بما يجب القيام به، تحاور مع أحزاب قال 23 حزب، تحاور مع أكثر من 5000 جمعية مجتمع مدني لغير ذلك، شخصيات يعني الكل كان حاضر حسب قوله هو، وهذا يؤدي إلى أنه نتائج أو تقرير الهيئة سيكون تقرير مقبول شعبيا وليس مسقطا كما قال هو. أنت ما تعليقك على هذا الكلام أساسا؟ قراءتي لهذا الكلام هو حتى لا أكرر ما قاله ضيفك من الجزائر، أنا أهتم بخصوص بالتوقيت، توقيت نتائج لجنة كريم يونس وما سيجري أو يحصل ما بعد ذلك. هل ستكون تنازلات أم لا؟ خليني نفهمك قضية علم الكريمينولوجي، علم الجريمة. لما يكون مجرم فيكون فيه شرطيين، في الحالة اللي رانا فيها عندنا شرطي اللي هو القايد صالح والشرطي الثاني اللي هو كريم يونس وبن صالح، والمجرم هو الشعب الجزائري. تدخل هذا المجرم تحطه في بيت كمتهم، يدخل عليك الشرطي القبيح يضغط عليك ويستبزك ويلعنك و و و و و انت يحطك تحت ضغط، وبعدها الشرطي القبيح يخرج فياتي مكانه الشرطي اللين وينصحك ويقول لك أنا صاحبك أنا كذا وأنا أتفهم وضعيتك وإلى آخره. فهذا يتداولون على هذه، هذه التكتيك تستعمل. نعم. إذن هذه هيئة الحوار هذه من الشرط اللين والذي سيأتي غدا أو بعد غدا يقول شوف الآن القايد وجمعته تنازلوا حرروا بعض السجناء والحكومة كما طلبت راحت تسقط. نعم. راحت وإلى آخره. إذن هذا تكتيك يستعمل في المفاوضات. هذا هو، هذه قراءتي وهذا اللي هذا قراءتي، وأنا أهتم بالتوقيت وكل ما قال الأخ من الجزائر. وطيب الرد عليه كيف يكون من الشعب في هذه الحالة؟ الرد عليه هو 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 الرفض، هو هو الرفض، هو الرفض الكامل. لأنه في علم التفاوض يكون فيه مرحلة قبل التحاور الحقيقي، تكون فيه مرحلة تسمى مرحلة المأزق أو الانسداد. وهذه تكلم عليها مولود حمروش في المقال تاعه. نعم. إذا نعم. ذكرته يعني باختصار قال لكل نجاح ثمن كما أن لكل إخفاء تكاليف، وعدم اتخاذ القرار كارثة، وأي تخلي عن المسؤولية انتحار. طيب. هذا لحقنا لهذا الدرجة في القمة، وين الآن دخلنا في المأزق والانسداد، وهذا لازم أنه الحراك ما يتخلاش على الفكرة تاعه، ولازم أن الحراك الآن يفهم قضية يعني دي. الآن الجزائر تعيش في هذه المرحلة، مرحلة الانسداد. نعم، تعيش في مرحلة الانسداد اللي قبل الذهاب إلى المفاوضات المفتوحة العلنية. لأنه أنا قراءتي الأخرى أنه كل هذا نراه على التلفاز على الشاشة، بن صالح وكريم يونس وخطابات، هذا ما نراه. لكن ما وراء الستار قراءتي الثانية هو أنه تأتي فيه مفاوضات ممكن جدا، ممكن أنا غلط لكن هذا أنا ممكن جدا، فسيأتي يوم تكون فيه مفاوضات علنية
بين الأطراف أو بين الطرفين، وطرف طيب. النظام، النظام بقايا النظام، بقايا النظام. ولو سمحت عندي فكرة أخرى، هو أنه كيف أستفسر أنه أن النظام قام بوضع بعض الجهات في السجون والمحاكم وكذا وكذا وكذا. هذه أنا أقرأها ك كيف تقول هذه، نسموها بال بوكاميسير، كبش فداء. هذو جماعة كبش فداء، لأنه هذا تستعمل أيضا في المفاوضات. الآن بقايا النظام راح يتفاوض مع الجماعة الأخرى وراح يقول شوفوا احنا عملنا اللي علينا ونظفنا وبنعنا الآخرين، الآن تبقى الآن مصالح، تبقى مصالح ضيقة. طيب. مصالح بقايا النظام. نعم أستاذ حبيب إبراهيمية، كريم يونس ختم كلمته كما تبعناها قبل ذلك بشكر للمؤسسة العسكرية، وشكر لربما رموزها وعلى أساسهم ربما قايد صالح. يعني هذا الشكر يعني من قبل هذه الهيئة المفترض فيها أن هيئة وسطة وحوار ومستقلة بعيدة عن الجميع، يعني هل يعني هي في كل حالات الموقف الشعبي والسياسي منها كان الرفض من البداية، لكن كل هذه ليست أخطاء تتراكم فعلا تفقد هذه اللجنة كل ما تريد أن تكسبه من ثقة مع الشعب؟ لأنه قايد صالح أساسا من خلال الشعارات التي نتابعها في كل جمعة صار هو الهدف، هدف كل شعاراته وهدف هذا الحراك كذلك، الالتحاق به والإعلان عنه أن المؤسسة هي التي ترافق. هذا يفقد كل مخرجات هذه الهيئة، يفقدها كل معنى. نعم، الجزائريين ما زالهم في نفس نظن مطالب 22 فبراير، أنهم يريدون ذهاب كل وجوه الأزمة، كل الناس التي سندت هذا النظام البوتفليقي خاصة منذ 2008 واغتصاب الدستور في 2008. ثم اليوم الشعب يريد بناء جزائر جديدة، بناء نظام جديد، يكون بناء يكون نظام دولة القانون ونظام الديمقراطية. إذن اليوم القيادة العسكرية وخاصة الناطق الرسمي باسمها سيد قائد أركان قايد صالح، نظن اليوم ولا هو بخطاباته بمواقفه ولا عائق على هذا كيفاش نقول لونجي، معناتها الإرادة باش نروحوا إلى جزائر جديدة. نعم. اليوم كنشوفوا أن الشعب الجزائري يرفض تماما الانتخابات بهذه الطريقة. نظن حتى حزب الجديد اللي هو من أجل انتخابات رئاسية كنا نقولوا لازم انتخابات رئاسية في أحسن الظروف وليس في أقرب الأجل، لأن إذا رحنا في أقرب الأجل بنفس الميكانيزمات القديمة سنعود إلى النظام السابق، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا. اليوم كما قلت أن المؤسسة العسكرية تحط روحها عائق أمام الشعب الجزائري، تحط روحها عائق وتتحدى الشعب الجزائري في إرادته في تغيير في بناء الجزائر الجديدة. هذا ما جعل اليوم أن المؤسسة العسكرية، والله أنا نتعجب ومتأسف، كنا نظن أن المؤسسة العسكرية حتكون إلى جانب الشعب الجزائري وكانت توعدت أنها سترافق الحراك الجزائري، أنها سترافق الشعب الجزائري. اليوم نظن أنها تمشي ضد الشعب الجزائري وراهي تعيق الشعب الجزائري، ونتمنى أن المؤسسة العسكرية تكون في مستوى هذا الحراك التاريخي تاع الشعب الجزائري باش ما تحطش روحها. نظن أن الشعب الجزائري، نذكر منذ بداية الحراك كان يغني جيش الشعب خوا خوا. نعم. اليوم ما ولاش كاين هذا، بدات تفسد العلاقة بسبب خطابات بالنسبة لي غير جدية أو حتى غير مسؤولة من طرف قيادة المؤسسة العسكرية. نتأسف كثيرا لهذا، ونتمنى أن المؤسسة العسكرية تتعقل شوية وتسمع الجزائريين، تسمع وش هم يقولوا الجزائريين كل جمعة بمئات الألاف بالملايين في كل ولاية الوطن. نظن أن الشعب الجزائري طلباته معقولة، الطبقة السياسية ميكانيزمات المقترحة معقولة كذلك. يجب الاستماع، يجب التحاور، لكن تحاور حقيقي في مناخ هذا يسمح أن الجميع يعطي رأيه وأن الشعب الجزائري يحقق مطالب. إبراهيمية، الأخبار الآن المتداولة طبعا بعد اللقاء مع بن صالح والندوة الصحفية أنه موجود غدا سيكون هناك اجتماع يترأسه عبد القادر بن صالح لمجلس الوزراء. طبعا ربما سيكون أول اجتماع يترأسه عبد بن صالح منذ تم تعيينه، ولمناقشة هذا السبب، مناقشة القانون العضوي للانتخابات، كما سيطرح موضوع الهيئة العليا المستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات. ماذا تفهم أنت من هذا؟ يعني الجماعة ماشيين في برنامجهم ولهم خطة ولا يهمهم لا حراك ولا مش حراك، يعني يرتبون البيت ويبحثون بعد ذلك عن الساكن يعني.
نعم، بعد خطاب قائد أركان اللي قال أن حيكون استدعاء، يقتضى أن يكون استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر، واليوم أن الحكومة نفس الحكومة مع الهيئة يتكلموا على تعيين لجنة مستقلة عن ماذا إن تم تعيينها بهذه الطريقة للإشراف على الانتخابات، هذا يشبه تماما ما يعرف بالمرور بالقوة. هذا ما جرى في 2014، هذا ما جرى في 2019 إن كان حتى قبل ما يخرج الشعب الجزائري، وهذا ما أسقطه الشعب الجزائري، هذا ما أسقطه الشعب الجزائري في 4 جويلية، وما هذا ما جرى حتى في 95 كذلك إبراهيمية، لما كانت نعم من تاريخ الجزائر السياسي، كل مرة كان مرور بالقوة وعدم احترام الانتخابات وعدم احترام رأي الشعب الجزائري. طيب. أظن أن الشعب الجزائري كما أسقط 4 جويلية حيعاود يسقط الانتخابات إن جاءت بهذه الطريقة. كما قلت، الشعب الجزائري يريد انتخابات حقيقية تنظمها هيئة مستقلة حقيقة عن الإدارة وعن هذا النظام، من وتنتج عن حوار حقيقي ما بين كل أطياف المجتمع مع تعهد من أجل الذهاب إلى تغيير الدستور الجزائري. طرق كثيرة، اقتراحات كثيرة، لكن ما يجب هو أن نروح لحوار حقيقي مع الشعب الجزائري. أنا نقعد اليوم من الناس لناديه بالحوار، ليس الحوار المقترح بهذه الطريقة، الحوار الرسمي، لكن حوار أو تفاوض يسمح للشعب الجزائري أن يعطي رأيه، يسمح لكل طبقة سياسية أن تقترح ميكانيزمات نفهمه ونخرج من هذه الأزمة التي تعيشها الجزائر بسبب النظام. أستاذ حميد، إبراهيمية أشار إلى أنه في كل مرة كان المرور عبر فرض الأمر الواقع، يعني السلطة ترتب حالها وتأتي بمن يتناسب مع هذا الحال أو الذي رتبته. هل اليوم الآن مع هذا الحراك الشعبي بهذه الكثافة، بهذه الاستمرارية، طبعا لأول مرة يحصل في تاريخ الجزائر الحديث منذ 62، يعني في 57 سنة، أن الشعب يكون متكاتف بهذا الشكل ضد منظومة الحكم؟ كان متكاتفا بهذا الشكل ضد المستعمر، الآن هو متكاتف بنفس الشكل ضد هذه المنظومة أول مرة. هذا هل يمكن المواصلة في نفس سياسة التمرير بالقوة، تمرير خارطة طريق بالقوة بالرغم عن أنف هذا الشعب؟ قواعد اللعبة تغيرت. ما كان ممكن في التسعينات والثمانينات والسبعينات غير ممكن الآن، هذه أولا. ربما آن الوقت للحراك أن يأتي بورقة طريق ويعلن عنها. ما هي القواعد التي تغيرت أستاذ حميد؟ القواعد اللعبة قلت تغيرت، ما هي القواعد التي تغيرت الآن؟ قواعد اللعبة تغيرت، هذه يعني داخل المؤسسة العسكرية أولا، وعلى مستوى الدولي. بمعنى داخل المؤسسة العسكرية، يعني أن ليس الجميع موافق على ما يقوم به قائد صالح؟ بالطبع، والدليل على ذلك أنه رغم تدخلات القائد صالح اليومية أين يخطب الجيش في النواحي العسكرية، لم يستجيبوا له. يعني هذه الزيارات لا علاقة لها بالمناورات، تكلفة الزيارات للضواحي هذه العسكرية أكثر من المناورات. كان عليه أن يبقى في العاصمة ويخاطب الناس من المكتب وانتهى الأمر، لكن هذا لا توازن القوى. كان فيه توازن القوى من قبل، أن المؤسسة العسكرية تتفق على كل شيء وتأمر والنظام أو الجهة المدنية تنفذ. ما استفسره من أن الحراك ماشي باقي لمدة 7-8 أشهر، وربما تمشي بعض أشهر أكثر، لأنه ذاك التوازن اللي كان داخل المؤسسة العسكرية التي كانت تأمر وتطبخ السياسة، ما بقاش ذاك التوازن. لهذا الآن احنا في شبه انسداد. طيب، هذا فيما يتعلق بالمنظومة، ما عادش تغيرت. ما الذي تغير في الجهة الأخرى لدى الشعب الجزائري، يعني حتى يصبح تمرير أي مشروع بالقوة غير ممكن كما كنت تتحدث؟ نعم، اللي تغير رقم واحد هو السلمية. الشعب الجزائري اللي كان معروف بالعنف، الناس تقول أنه جزائري عنيف، رأسه حامي، و
سلمية أبهرت الجميع، سلمية 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 من بداية هذه المظاهرات وهي سلمية، حتى لو جاءت الشرطة والنظام ضربوا واعتقلوا وهددوا وعذبوا وكذا وكذا، لكن السلمية بقت. إذن هذه قاعدة أخرى تغيرت. نعم. الثانية هي أنه الشباب الجزائري ظهر أنه مثقف نعم واعي، وفيه احنا في عالم التكنولوجيا. الأخ كان في واحد البرنامج قال النظام في واد والشعب في واد ثاني، النظام ما زال أركايك والشعب مثقف، يمشي على الإنترنت، يقرأ، يسافر، وعندنا نخبة داخل البلد ونخبة خارج البلد. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة أو النقطة الثالثة اللي تغيرت هو المجال الجهوي أو على المستوى الدولي. أوكي؟ ذلك الزمن في التسعينات استعملوا ورقة الإرهاب، ما بقاش ورقة الإرهاب. يعني ما من غير من يعني من المستحيل أنه النظام الآن يمشي عند القوات الكبرى اللي تسانده، لأنه الآن القوات الكبرى تساند النظام، لأنه القوات العظمى ربما النظام الآن عنده ورقات أخرى غير ورقة الإرهاب ربما التي يمكن أن يستعملها، وهي ورقات حفظ مصالح هذه الدول، يعني بالطبع. الدول التي موجودة، يعني لما يعني ما الذي دفع السفير الروسي على سبيل المثال قبل 10 أيام تقريبا إلى التصريح أنه الانتخابات الرئاسية في أقرب الأجال هي الحل؟ من أوحى إليه ذلك؟ أكيد هناك إشارات حتى من داخل المنظومة، بمعنى أن هناك رسالة تقدمها المنظومة الآن وعلى رأسها الهيئة العسكرية الجيش الجزائري لتلك الدول الفاعلة أننا نحن فقط من يمكن أن نضمن لكم مصالحكم. لو جاء رئيس حر ومنتخب من الشعب بالأكيد أنه سيلتزم بما يريده الشعب ولن يلتزم بأي شيء خير ذلك، وهذا سيكون خطر على هذه الدول، هذا ما يسوق له. نعم، وهذا فكرتني، يعني كنت رايح أطرح عليك الفكرة هذه. هذه صارت، هذه حتى نأخذ مثلا مقارنة مع مصر بعد بعد لما جرت أحداث 11 سبتمبر. التقى مبارك بالرئيس الأمريكي بوش، ومبارك قال له شوف احنا تتكلموا على الديمقراطية في العالم العربي لكن لازم تنتبه، انت تعرفني انا مبارك وتعاملت معك وتعرفوا وتعاملوا، لكن هذو اللي يجوا ورانا ما تعرف شكون هما، معناته الإرهابيين اللي يجوا ورانا. وهذه نقطة مهمة ما دام انك تكلمت عنها، مهمة جدا جدا، انه الحراك يعطوا هذه فرصة للحراك أنه يتكلم في مجال العلاقات الدولية، أنه الحراك لا ينحصر إلا على الطلبات الداخلية، أنه الناس الآن تتكلم على مستوى الحراك تقول أنه غدا سيفوز الشعب الجزائري ونبدأ في بناء الدولة الجمهورية الأولى. وهذا أنا لا أوافق كثير محللين لما يتكلمون على جمهورية ثانية، لا، ستكون الجمهورية الأولى، لأن الجزائر لم تكن لها أي جمهورية بتاتا من بداية الأمر. الآن الحراك لازم يتكلم على البرنامج على المستوى الدولي، كما قلت أنت، الاتفاقيات الدولية التجارية، ما مضمون أو مفهوم الدولة الجزائرية العصرية التي ستمثل الجمهورية الأولى للجزائر. سأعود إليك بعد قليل أستاذ حميد حبيب. يعني ماذا تستشف من عملية هذا التسريع؟ حتى لجنة كريم يونس الأصل تقدم تقريرها غدا، الاثنين قدمته اليوم، يعني ربحت يوم، يعني غدا سيكون هناك اجتماع مجلس وزراء، وفي حديث يعني حسب وسائل الإعلام أنه فعلا بدو سيقدم استقالته غدا، يعني ستكون هناك حكومة ربما جديدة وتحوير وزاري إلى غير ذلك، ثم الحديث عن قانون انتخابي جديد أو تعديله، وهناك حسب الأنباء 120 مادة ربما في القانون، 120 تعديل على القانون الانتخابي الحالي قد يقع إدخالها، سيمر بعد ذلك إلى المجلس إلى البرلمان الجزائري ليوافق عليه هذه الوثيقة. يعني الانتخابات رايحين لها بالقوة أم فقط هو عملية تهيئ
ثم بعد ذلك سنتحاور مع الآخرين، يعني نهيئ الجو، نهيئ نرتب كل شيء ثم ندخل في حوار. أين ترى أنت الحل؟ هو فقط تهيئ أم أنه سيتم فرض موعد للانتخابات حقيقي؟ نعم، في الحقيقة ما هي السياسة؟ السياسة هي عمليات ميكانيزمات تسمح تنظيم العلاقة ما بين مواطنين بلد واحد من أجل تمرير أمورهم، من أجل تقسيم ما للثروات، يكون تقسيم عادل للثروات ما بين كل المواطنين. هذه هي السياسة، والسياسة باش نقدروا نمشيوا في هذه الميكانيزمات يجب أن تكون هناك ثقة. ذكر أن مع النظام هذا المشكل الكبير والأكبر هو انعدام تام للثقة. هل يظن اليوم النظام بهذه الطريقة حيعاود يسترجع الثقة؟ هل يظن أنه بما أنه سمى الأمر تاعه حوار، وسمى الأمر تاعه هيئة مستقلة للانتخابات، وسمى الأمر تاعه انتخابات ونحى بدوي وحط واحد آخر، الشعب الجزائري حيقول هاي نثقوا فيهم وهاي نمشوا الانتخابات؟ هل يظن أنه حتى إذا مر بالقوة وقدر يدير الانتخابات تاعه وقدروا يديروا الحملة الرئاسية، تكون صعبة جدا إذا قدروا يخرجوا للميدان، وقدر يدير الانتخابات نهار قبل نهاية السنة ونقولوه جاز، هل الرئيس المقبل حيحظى بالثقة؟ هل يستطيع أنه يحكم؟ هذه الفكرة تاع المرور بالقوة هي فكرة خطيرة جدا للشعب الجزائري اليوم. من ظن أن على بها بالمقبلة ما هي مخاطرها؟ ما هي المخاطر حبيب؟ ما هي حبيب ما هي المخاطر؟ ما هي المخاطر؟ المخاطر هي العنف أخي سامير. المخاطر أن اليوم أليست الجزائر الآن شعبا ومنظومة تجاوزت فكرة العنف، تعلمت الدروس من تسعينات القرن الماضي؟ لا، تعلمنا كاين فرق ما بين العنف تاع التسعينات اللي كان عنف ايديولوجي، نقدروا نكونوا كانت مشاكل ايديولوجيه ما بين شعب اللي كان متقاسم وكانت افكار. اليوم لا، الشعب الجزائري موحد تماما على فكرة أنه يبني جزائر جديدة، جزائر ديمقراطية، جزائر دولة القانون. نعم مازال كل واحد عنده الإيديولوجية تاعه، نعم مازال كل واحد عنده مشروع مجتمع، لكن الجزائريين اليوم متوافقين أن الحل ما يكون إلا عن طريق الصندوق. ولهذا من أهم المطالب الطبقة السياسية هي هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، هيئة مستقلة حقيقة. لكن اليوم أن هذه المحاولة لتحدي الشعب الجزائري، إذا رحنا بعيد من بحبين يروحوا؟ أنا ما فهمتش هذه الفكرة أن الشعب الجزائري يقول لا تماما للانتخابات، الطبقة السياسية تقول لا لهذا الانتخابات، وجينا من سكنة يقولون بالاستدعاء العهد الناخبة بعد أسبوع. لسنا مش فاكرين 8 الأسبوع لأحد المقبل إذا كان شاهد كلمة قائد الأركان. لا، اليوم نظن إلى المؤسسة العسكرية، السلطة الفعلية في الجزائر لازم تتعقل، لازم تسمع الجزائريين، ولازم توفي بوعدها بمرافقة الحراك الجزائري وليس تصيير المرحلة السياسية. المرحلة السياسية كاين رجال في الجزائر، كاين سياسيين، كاين حراك حيخرجوا منه سياسيين جدد يعطيوا الأفكار تاعهم، نتناقشوا على الأفكار تاعهم ونخرجوا إن شاء الله بميكانيزم يسمح لنا الخروج من الأزمة. من غير ذلك فهو مرور بالقوة، المرور بالقوة ما يدينا إلا للعنف، وهذا ما هو مرفوض جملة وتفصيل. إبراهيمية، لو مضت السلطة في تحديد الموعد، هل تراها عازمة على المضي فيه حتى ولو استعملت التزوير لذلك، وهم طبعا خبراء في هذا المجال؟ استعملت التزوير. نعم، اليوم لو كانت نية حقيقية في الذهاب إلى انتخابات غير مزورة، لو كان قبلوا الحوار وقبلوا هيئة مستقلة وقبلوا الذهاب إلى انتخابات، وفي الانتخابات الصندوق هو اللي يحكم. ما دام ما مش حابين يروحوا في هذه الطريقة اللي راح تكشف في التزوير، إذا ما كان أي نية سياسية من أجل الإقلاع عن التزوير، وهذا ما هو مرفوض. هنا هو المشكل بتاع الثقة اللي راه موجود. إذا كانت إرادة حقيقية من أجل الذهاب إلى انتخابات حقيقية، لو كان ما ضيعناش الوقت بهذه الطريقة، لو كان منذ 2 أبريل دخلنا في مسار يسمح لنا بالعودة إلى الشرعية الشعبية عن طريق الصندوق، عن طريق صندوق يثق في نتائجه كل الشعب الجزائري. ماشي المرة الأولى اللي صارت، ما راناش وحدنا اللي درنا ثورة، كاين صارت من قبل وناس راحوا في مسار في مسار ديمقراطي، واليوم رانا شفناهم البارح في القنوات كيفاش في تونس الديمقراطية، أنها الديمقراطيات ليست لكن الديمقراطيات تتجلى والناس تقدر تخير شكون أم حابين يمثلهم وشكون ما مش حابين يمثلهم. منظر أن هذا هو أهم شعار في حراك الجزائر، أن الشعب الجزائري، لكن المنظومة حبيب فقط في سامير كي قال الشعب الجزائري يتنحاو قاع عندها ترجمة سياسية، تاعها أن الشعب الجزائري يختار من يمثله ومن لا يمثله عن طريق الصندوق.
لكن بالنسبة للسلطة في الجزائر أي تجربة أخرى ليست مثالا، فلا السودان مثال ولا تونس كذلك مثال يقول نحن عندنا خصوصية، لكن المعروف أن الشعوب تتعلم من بعضها والبشرية يعني تتعلم من بعضها. لماذا لا يعتبرون تونس والسودان على سبيل المثال، وإن كانت تجربة منقوصة جدا في السودان يعني مع كل أسف لأن العسكر ما زال موجود، لا يعتبرون مثالا في حين أنهم يعتبرون الغرب مثالا يعني بالنسبة إليهم؟ إذا كان هذه الدول القريبة ليست مثال، كيف سيصنعون مثالا خاصا بهم إذا هم رافضون الآن لكل حوار لكل مطلب حقيقي مقدم من الشعب الجزائري؟ والله المثال الوحيد الذين يحاولون أن اتباعه هو المثال تاع الدول الشمولية، وين الحكام يرفضون جملة وتفصيلة إعطاء الحكم، يرفضون جملة وتفصيلة انتقال السلطة من 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 الدكتاتور السابق إلى الشعب، وهذا هو ما اليوم تاريخ لو حابين يرفضها. نظن أن اليوم كانت للشعب الجزائري خرجة قوية جدا في 22 فبراير من أجل أن بناء جزائر جديدة، كانوا حابين جزائر دولة القانون، كانوا حابين جزائر الديمقراطية، الجزائر وين كل واحد يقدر يتكلم والشعب والأغلبية هي اللي تختار من يحكمها، لكن هذه الطريقة نظن ماشي هذه الطريقة اللي كان ينتظرها الشعب الجزائري، ولهذا الشعب الجزائري ديك العزيمة ما زالوا في الميدان، الشعب الجزائري راه يخرج مرتين في الأسبوع باش يقول لا لهذا النظام. نظن أن وإن كانت لي نصيحة موجهة لهذا النظام أنه ما يتحداش الشعب الجزائري. نعم. سيد عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة وهو يتحدى الجزائري كانوا يظنوا كانوا يسرقوا الأموال بملايير الدولارات ورانا نشوفهم فيهم اليوم كيفاش فقط، واليوم راه نظن أنه راه في سجن داخل الجسم تاعه. أستاذ حميد للو، هذا الإصرار كما أشار إبراهيمية لتحدي الثورة أو لتحدي الحراك، إصرار المنظومة طبعا لتحدي الحراك، إلى أين سيؤدي؟ هل سيؤدي إلى مصلحة هذه المنظومة؟ هل ستضمن مصلحتها واستمراريتها بأسلوب تحدي الشعب؟ ستحاول، بالطبع ستحاول تلعبها ورقة من أوراقها. لو انتبهنا للمظاهرات، جرت مظاهرات كبيرة وللأسف الإعلام لم يشر إليها كثيرا، ربما المغاربية عملت، خرجت تظاهرة ضخمة جدا في خراطة يوم السبت ليس يوم الجمعة، والشعار خرجت لا للرئاسيات. هذا نقطة مهمة جدا لازم نتذكره هذه. ثانيا، النظام نعم يختلف، النظام الجزائري يختلف على الأنظمة الأخرى اللي كانت في تونس والسودان، عنده خصوصياته هو أنه النظام يتمتع بوسائل مادية هائلة. نعم. هذه أولا، تونس ما كان النظام التونسي ما كان عنده الإمكانيات، والنظام السوداني ما كان عنده، كان جهة المساعدات من الخارج. الخصوصية الثانية هي أنه النظام لمدة 57 سنة يدعي أنه عنده مرجعية ثورية، هذه خصوصية ثانية، هذا هو اللي خلى هذه النقطتين اللي خلات النظام الجزائري يتمكن من البقاء. لكن إذا قرروا الذهاب إلى الرئاسيات وسيحاولون، وهذا راح يمشي للإنسداد كما شرحت في الأول، هذه نقطة الإنسداد، سيرتبون كل شيء، سيحاولون، سيغامرون بهذه النقطة حتى يروا جواب الشعب. إذا كان يعرفون الجواب أستاذ حميد، جربوه مرتين يعني على الأقل. نعم، معروف الجواب، معروف يعني جواب معروف. هم الآن يتكلمون، هم الآن مجرد كلام، ويجهزون جونا بهذا بانيل كريم يونس، نجهز الانتخابات، نتفاوض، نتكلم مع بعض الأحزاب والشخصيات كذا وكذا كذا، وبعدين نحاول حتى نذهب إلى الانتخابات. يعني هي يكررون نفس الأسلوب، نفس الفكرة بأسلوب يكون تغير شوي، لكن الآن لازم على الحراك أنه يبقى على يصر على طلبات والسقف يبقى كيف كان. طيب أستاذ حميد، نتيجة هذا التدافع الآن المستمر لسبعة أشهر بين المؤسسة العسكرية الحاكم الفعلي
وبين الشعب الجزائري، إلى أين ستؤدي؟ من سيكون الرابح في في في, في النهاية وكيف؟ في نطاق النزاع عندك أربعة إمكانيات. لما يكون عندك طرفين، من جهة عندك الشعب ومن جهة أخرى عندك نظام، يا النظام يكون رابح والشعب خاسر، أو النظام خاسر والشعب رابح، أو النظام والشعب كلاهما رابحين، أو النظام والشعب كلاهما خاسرين. إذا عندك واحدة من هذا أربعة. أنا قراءتي أنه نظرا لهذا الانسداد والتصعيد وهذه المراوغات من النظام، ممكن أن تكون فيه ربح للشعب بدون أن تكون خسارة للنظام. يعني إمكانية خامسة، يعني إمكانية خامسة تكون وسيطة، الوساطة بين الإمكانية الأولى والثانية. نعم. أن الشعب يربح والنظام أو بقايا النظام، ما أسميه بقايا نظام، لأن ننتبه الآن النظام بحد ذاته مشى ببعض أوجه النظام ورمى بها في السجون، ضحى بها. نعم، ضحى كبش ضحية، كبش فداء. نعم، كبش فداء، كبش فداء. نعم. إذا هذا 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 من مراد منه؟ المراد منه أنه لما الحراك يتفاوض مع بقايا النظام يقول شوفوا يا إخوة، إحنا نظفنا لكم البيت، نعم، الآن لازمكم تتنازلون شوية، أنا وحشيتي وأقاربي أمشي وخلوا لكم البلاد بطريقة يعني تدريجية، وراح بعدين تفاصيل ممكن يتكلموا عليها. إذا أنا أؤمن بأنه راح يكون قبل هذه الانتخابات ما يمشوا لهاش، مستحيل من المستحيلات انتخابات. لكن فكرة أنه شعب رابح والمنظومة وبقايا النظام غير خاسرين، يعني هذه ألا تتنافى مع شعار رفعوه يوم 22 فبراير طرح لقاع؟ لا يتناقض. لما أقول هذا معناته يخسر، لكن يخسر بطريقة شوية عقلانية، لأنه الشعب لازم يفهم إذا طلب أنه النظام يمشي تماما ويرجع كل الأموال وتسجن كل الشخصيات اللي دمرت البلاد. هذا معناته لا يمشوا للانسداد كما قال الأخ، راح ندخلوا في العنف. فالشعب لازم يفهم أنه يعني الشعب لازم يترك خط رجعة للمنظومة بشكل احنا نعم نسموها باب مفتوح في الوراء. نعم. لما تتنازع مع واحد خلي له باب مفتوح من الوراء يخرج منه. فما يبقاش هذا النظام، ما يعني يمشي، يعني تنحى وقع، معناته هذا هو تفسير اللي تنحى وقع، معناتهم كاملين يمشوا، لكن الأسلوب كيفاش كاملين يمشوا؟ رانا شفنا انه نص جميل. ولا نص طيب. من النظام راه مشاوه. نعم. والباقي الان يتشاور حتى يمشي في ظروف يعني مقبوله شيئا ما لهم. طيب خلينا استاذ حميد وجماعته ممكن ان يمشوا ياخذوا شوي من الاموال ويخرجوا وما في واحد يحاسبهم. خلينا ناخذ تعليق من حبيب برهمية على هذا الكلام. استاذ حبيب، ما رايك، ما تعليقك على هذا الكلام؟ نتفهم واش قال الاستاذ حميد، ان هذا في الحقيقه قالها كونفوسيوس في كتاب فن الحرب، ان كيكون عدوك يكون خاسر وعلى على على ركبتيه خلي له مخرج باش ما تضربش معاه بقوه الديزيسوار كما يقولوا، لا امل. ولهذا نفهم انا ونظن ان الشعب الجزائري كان في طريق هذه، ان الشعب الجزائري كان متفتح للحوار، كان متفتح للتفاوض، كان مفتاح بين حسن النية تاعو أمام الناس اللي كانوا ساندوا العهدة الخامسة. والشعب الجزائري سكت على هذه العملية لأنه كان يشوف اللي معليش لازم نمشي في الطريق الصحيح من أجل بناء المؤسسات. نظن أن ما كانش واحد في الجزائر عنده أمر شخصي، ما حتى سيد عبد العزيز بوتفليقة اللي كان من هو رأس الأزمة اللي عاشتها الجزائر في العشرين سنة الأخيرة، هاو اليوم في البيت تاعو رغم نظن أنه ما روش في حالة نفسية جيدة، لكنه في البيت تاعو ما كانش الجزائريين يقول لك جبدوه وخرجوه وحطوه في الحال. ما نظنش هذا هو المشكل. اليوم الأهم بالنسبة للجزائر والأهم بالنسبة لي كمناضل سياسي النضال من أجل
بناء جزائر جديدة تكون جزائر المؤسسات. من أجل هذا يجب بناء مؤسسات الشعب الجزائري تكون مؤسسات شرعية، ولهذا يجب العودة بسرعة إلى الشرعية الشعبية. لكن كي نقول بسرعة ليس معناتها في أقرب الأجال بطريقة أحادية من دون سماع إلى الشعب الجزائري. نعم نسرع، لكن ماشي نتسرع ونمشي ضد الشعب الجزائري ونروح لهذه الطريقة الغير مقبولة تماما، وهذا المرور بالقوة المقترح من طرف النظام الحالي. نظام الشعب الجزائري كما قلت ما خرج باش يعاود يجدد النظام السابق، خرج من اجل بناء جزائر جديده، جزائر دوله القانون. ما تعليق على كلام بن صالح اليوم يقول ان مقترحات الهيئه هي ضمانات كافيه لتنظيم انتخابات رئاسيه يعني حره ومستقله؟ يعني صحيح سمير، المشكل في الميكانيزم المعتمد اليوم ان اللجنه تتحاور الا مع بعض الشخصيات اللي اغلبيتها من تاع السلطه. الشعب الجزائري والحراك اللي مازالوا في الشارع ويرفض تماما المقترحات تاع اللجنه، اغلبيه الاحزاب المعارضه ترفض مجتمع اقتراحات اللجنه، اغلب المجتمع المدني والنقابات والجمعيات المكونه له اللي كانت في المعارضه ترفض انها تتحاور مع اللجنه وترفض مقترحاتها. نظن ماشي بهذه الطريقه كما قلت. المشكل والله ليس في مخرجات الحوار، المشكل في الحوار في حداته، والمشكل في هل هنالك حقيقة إرادة سياسية من أجل تلبية مطالب الشعب، أو هناك محاولة مراوغة الشعب الجزائري وهي مناورة أخرى من مناورة النظام. نظن أن اليوم الجواب واضح، وكان الجواب واضح من سكنة يوم قيل أن هنالك استدعاء للهيئة الناخبة الإلكتورال في 15 سنة. نعم، هل هناك أو كيف يمكن إسقاط هذه الوثيقة التي الآن أنجزتها هيئة كريم يونس، والتي واضح أن الخطوات حثيثة نحو اعتمادها، ستمر على البرلمان وستصبح قانون، وستشرع اللجان في تعديل قانون الدستوري، وبعد ذلك انتخاب أو اختيار هذه اللجنة التي ستشرف على الانتخابات؟ كيف يمكن إسقاط كل هذا المشروع الآن اللي واضح أن هناك مشيان فيه بخطى حثيثة يعني وجدية يعني؟ نعم، لكن كما قلت هل القانون يعطي شرعية؟ القانون لا يعطي شرعية. سيد عبد العزيز بوتفليقة كما رئيس الجمهورية وما عنده شرعية، البرلمان الحالي راهو في البرلمان ويخلص وعادي، لكن ما عنده شرعية، والنواب اللي دخلوا ما عندهم الشرعية. الشرعية لا تعطى بالقانون، الشرعية كاين شرعية واحدة هي شرعية شعبية، واليوم الشعب الجزائري يرفض تماما هذه طريقة العمل، يرفض تماما هذه المخرجات. اليوم نظن أن كيفاش تسقط ستسقط من تلقاء نفسها كما سقطت انتخابات 4 جويلية، حيث أن الشعب الجزائري سياسيا ما راحش يخلي يكونوا ناس مترشحين للانتخابات، ما راحش يكونوا منتخبين، ما راحش تكون عملية الحملة الانتخابية بطريقة عادية أين يكون قاعات وناس تتكلم في السياسة، لأن الطريقة المنظومة كل شيء مرفوض من طرف الشعب الجزائري. إذا السوق حيكون من تلقاء نفسه. نتمنى فقط أن كما قلت السلطة الفعلية في الجزائر المؤسسة العسكرية تتعقل، تشوف سياسيين للشعب الجزائري راهو رافض جملة وتفصيلة هذا الميكانيزم، هذا طريقة العمل، هذا ورقة الطريق، وتتعقل وتعاود تولي إلى طريق متوافق عليه، حوار حقيقي من أجل إيجاد حقيقية حلول حقيقية للخروج من الأزمة، وليس المرور بالقوة. لأن المرور بالقوة ما حش يمشي إلى حابين يمشيوا، كنا نخرجوا فقط 300 و400 شخص في الميدان، كانت ممكن في العهد الرابعة، لكن اليوم لملايين الجزائريين في الطريق كما قلت ننصح بعدم تحدي الشعب الجزائري. أستاذ حميد، عملية هذه تشويه الثورة من خلال ممارسات يعني ربما نتابعها في كل جمعة تقريبا، خاصة في الجمعات الأخيرة، الجمعة الفاتت كانت هناك مجموعة داخل الحراك تنادي بإطلاق علي حداد اللي هو أحد رموز الفساد المنظومة القديمة الموجود في الحراش الآن، تطالب بإطلاق سراحه، إلى غير ذلك من محاولات وقعت من قبل لي يعني تحريف وإخراج هذا الحراك عن مساره الحقيقي. ولذلك نسمع الآن حتى أصوات تقول والله في الحراك في بدايته كان منسجما، كانت مطالبه واضحة، الحراك الآن صار يستعمله البعض. نفس قايد صالح قال الحراك الآن توظفه العصابة أو بقايا العصابة التي تريد مرحلة انتقالية وتريد هدم مؤسسات الدولة. إلى ما هنالك من هذه التصريحات التي القصد منها تشويه الثورة وإفشالها؟ كيف يمكن المحافظة
على وضوح الهدف بالنسبة للحراك. كيف يمكن إفشال وإسقاط محاولات التشويه التي تتعرض لها هذه الثورة والتي يتعرض لها الحراك؟ هذا التشويه المراد منه هو تشويش الحراك، هذا يعني أنا استغربت أنه لم يستعملوا هذه الورقة من قبل، هذا يدل على أنهم يعني يسون ديزيسبيري، يعني الأمل خفى منهم الأمل، يستعملونها هذه. الطريقة الأخرى اللي ممكن نستعملها هو الآن هو يكون فيه من قبل الحراك يكون فيه اقتراح مضاد. الاقتراح المضاد هو أنه تكون فيه لائحة فيها أسماء معروفة، واللائحة هذه تكون على فيها يعني اثنين نوعين من اللوائح، واحدة تكون بريزيدونس كوليجيال، جماعة من الشخصيات الوطنية المعروفة أسماؤها كثيرة، كيف قال ضيفك الكريم الجزائر، احنا عندنا يعني إمكانيات بشرية هائلة في الجزائر. اللائحة الثانية تكون عن شكل شبه برلمان مؤقت الذي يعمل على كتابة دستور مؤقت ولو مختصر، ما تكونش فيه 200 إلى 300 مادة، يعني مادات خفيفة، حتى تكون فيها يعملون على تركيب مواد تخص خاصة بتنظيم الانتخابات. هو هنا السؤال أستاذ حميد، المشكل أنه أنت تقول أنه الحراك يبدأ من الآن يقدم بدائل لكل شيء، مثلا حتى للدستور للأشياء هذه، المشكلة أنه هذا الحراك من يمثله؟ ما فيش وضوح، يعني الأحزاب السياسية نفسها ليست متفقة 100% على ماذا تريد أن تفعل، وهذا عدم الاتفاق هي ثغرة تمر من خلالها المنظومة، وربما تعتمد عليها في تمرير هذه الخارطة، يعني خارطة طريقها. نعم صح، هذه مسألة صعبة كثير. أنا قراءتي أنه كما قلت هذا الحراك ربما سيستغرب بعض المشاهدين، الحراك منبثق شيئا ما من النظام من ذاته، من طرف من النظام، يعني هذا الكلام يقول القائد صالح هذا. لكن ليس النظام الذي يتكلم عنه هو مخابرات مدين وإلى آخره، لو كان الأمر كذلك لتوقف الحراك، لو كان الأمر كذلك لما بدأ الحراك بتاتا، لأنه هذا الجهاد يتكلم عليها جهاد تريد الاستمرار، جهاد هي من قبل من صميم النظام. أنا لا أتكلم على ذوك الناس، أنا أتكلم على الضباط الشرفاء اللي يبغوا البلاد، اللي رفضوا أوامر للخروج للشوارع، أنا أتكلم على ذوك الناس. نعم. نتكلم عن هذه الناس، أنا ما نعرف، أنا ما عندي علاقة معهم، أنا هذه أسرار تجري بين فئة من الضباط الجزائريين وأنا مقتنع بهذا، وفئة من الشباب في الحراك، ربما هم شايفين أنه الوقت مازال ملحقش ذاك الوقت لما يبغوا يخرجوا علنيا ويقولوا هذا هو اللي صار، ربما واحد من الأسباب أنهم ما يبغوش يورونا أنه فيه انشقاق داخل المؤسسة العسكرية، يعني ربما تكون فيها خطورة، يبغوا يتجنبوا، يريدون أن يتجنبوا هذا، وذاك الوقت اللي يجي اللي أنه القائد صالح وبقايا النظام، أنا أستعمل هذا بقايا النظام، إبستمولوجيا هي بقايا النظام، أنا لا أتكلم عن النظام، بقايا النظام هو أنه أتوا بطرف من النظام ويعني استعملوه ككبش فداء، والآن هم يتحاورون كيف يسلكوا رصانهم، هذه هي المرحلة اللي رانا فيها. أستاذ حبيب برهمية، الآن أمام هذا الانسداد يعني الموجود، يعني ما هو دعنا نقول الحل الممكن الآن القريب اللي ممكن فعلا يوفر للجزائريين تحقيق مطالبهم؟ فقط الاستمرار بهذا الشكل والاستمرار في الثورة
لأن هي التي أربكت حسابات المنظومة بصفة عامة، أم أن هناك طريق ثالث، خط ثالث يمكن كذلك أن يعتمده الحراك إضافة إلى استمراره في الخروج واستمراره في الضغط؟ نعم، نظن أن اليوم الشعب الجزائري بحراكه هذا بسلميته وبعزيمته بفصاحة رسائله قدر يفوز بعدد كبير من المكاسب. اليوم ما كناش ننتظروا أن سعيد بوتفليقة، ما كناش ننتظروا أن يحيى، أن سلال، أن هذه الناس راهي في السجن. قدرنا نحطوا العهدة الخامسة، قدرنا نحطوا الانتخابات تاع 4 جوليا. نظن بالسلمية تاعنا بالقوة الحراك هذا، رغم أننا مع الوقت يمشي، نظن أننا ما عندناش قوة لكن المكاسب كبيرة وكبيرة جدا. اليوم هذا النظام ولا يدير حساب للشعب الجزائري، من قبل ما كانش هذا الأمر ممكن، اليوم ولا يدير حساب للشعب الجزائري ولا يحاول مازال يناور ومازال يراوغ ومازال يحاول يخادع. لكن الشعب الجزائري والله ما نظنش يقدر يتخادع بعد 22. كلمته مقبل مع الاستاذ واش صرا في 22 فبراير. في الحقيقه بالاضافه الى مؤسساتين سيكولوجيين سوسيولوجيين، الشعب الجزائري اكتشف نفسه انه تفتح على العالم، بان الشباب الجزائري ما يشبهش الشباب تاع السبعينات، وان الابويه تاع السبعينات ما تمشيش اليوم. الوطنيه المزيفه اللي حبوا يستعملوها ضد الجزائر ضد الوطن ولات ما تمشيش اليوم. الجزائريين ولاو يعرفوا القوة تاعهم، ولاو على بالهم باللي هما متحدين يقدروا يحقوا العجب، ورانا نحقوا العجب اليوم. اليوم باش نتكلموا على ما يجب، انا بالنسبه ليا يجب الثبات على السلميه، الثبات على الحراك، مواصله الخروج، تكثيف الخروج. معناتها خرجنا لازم نزيدوا نساندوا الطلبه اللي مازال يخرجوا بالثلاثاء. بدات العمليه على كل حال، الثلاثاء ما ولاش هناك الا طلبه، هناك شعب جزائري، عدد كبير من الجزائريين ولاو يخرجوا بالثلاثاء، وهذا شيء جيد. ان اليوم نواصلوا في هذه الطريقه هذا مهم جدا. من جانب آخر يجب أن المجتمع السياسي، نتكلم عن المجتمع السياسي، أحزاب، جمعيات، نقابات، شخصيات وطنية تكثف من المبادرة تاعها، تتكلم ما بيناتها، تتحاور ما بيناتها، باش يكون عندها فكرة موحدة تناضل من أجلها. مانيش نتكلم على هل نروحوا للرئاسيات أو هل نروحوا للمجلس التأسيسي، ماشي هذا هو المشكل. لازم تكون عندنا رؤية مقاربة موحدة باش نخرجوا بورقة خروج من الأزمة. ونظن أن العمل هذا بداه المجتمع المدني، لازم المجتمع المدني يواصل في هذه الطريقة، هي الطريقة اللي تقدر توحدنا كامل. الناس اللي كانت في المعارضة اللي عارف النظام السابق، لازم اليوم نحطوا ورقة خروج من الأزمة. وأنا متأكد أن الشعب الجزائري راهو يسمع، راهو يشوف كل شو يجرى، ونهار تكون الناس يعرفهم الشعب الجزائري اللي ناضلوا من اجل نفس الشعارات، لو ناضل من اجلها الشعب الجزائري من اجل نفس القيم حيثيق فيهم. لازم نقويوا روحنا باش نهار يكون هنالك النظام يقبل انه يعاود يولي لطاوله الحوار، ما يعاود يولي لطاوله التفاوض، يكون امامه نظره موحده، مقاربه موحده لكل المعارضه الجزائريه. طيب، يكون ترافق مطالب الشعب الجزائري. انا بالنسبه لي هذه جيل جديد كان قدم اقتراح ومبادره، نقول انها مبادره وسطيه تقدر تكون مقبوله، نقدر نتكلموا في كل الامور، ونظن ان الكل عنده مبادرات، لازم نتكلموا ما بيناتنا. طيب برهمية، بدون تخوين وبدون أكيد واحد يظن ان الاخر قائم. انت تتحدث عن المجتمع السياسي، لكن لا تنسى انه حتى الثورة الفرنسية، دعنا نقول يعني، بدأتها النخبة المثقفة، بدأه الكتاب بكتاباتهم بمقالاتهم إلى غير ذلك. يعني دور النخبة المثقفة اللي بعيدة عن الالتزام السياسي وبعيدة عن المجتمع السياسي ضعيف جدا بصراحة في الجزائر. هذا الحراك الطويل وعنده 7 أشهر الآن، هناك بعض الأساتذة مشاركين، هناك بعض الأساتذة نازلين صحيح، لكن ليست هناك ظهور، ليس هناك بصمة دعنا نقول لهؤلاء المثقفون الجزائريون. لماذا لا يتولون يقومهم كذلك بدورهم؟ لماذا لا يقترحونهم بدائل؟ ما طرحه سي حميد قبل قليل أنه كتابة وثيقة انتقالية أو دستور انتقالي أو كذا، أساتذة القانون الدستوري على سبيل المثال موجودين في الجزائر بكثرة. لماذا لم نشهد بعد حراك على مستوى النخبة بعيد عن المنظومة وبعيد عن المجتمع السياسي والأحزاب السياسية كذا؟ نعم، لسبب واحد هو انعدام الثقة. اليوم أن الطبقة المثقفة، أن النخبة الجزائرية ما شاركتش في النضال ضد النظام السابق، وما نتكلمش ما نجمعش، نهضر على شغل انتوندونس لوغ داخل ليليت الجزائرية، معناتها داخل النخبة الجزائرية ما نضلتش. إذا اليوم الجزائريين ما يعرفوهاش،
ما على بالهاش هل يقدروا يثقوا فيها، ما على بالهمش هل هي نخبه مثقفه من جانب المعارضه او النخبه المثقفه اللي كانت من زبنيه النظام السابق ومن زبنيه النظام البوتفليقي. ولهذا اليوم كاين مشكل تاع الثقه. لكن اليوم نظن ان قوه الحراك الشعبي ما لازمش النخبه تتخبى وراء الحراك الشعبي. نعم. الجزائريين عندهم شعارات قويه جدا داخل الحراك، لكن بعد الحراك احنا نخرجوا الدكتور سفيان الجلالي يخرج منذ 28 فبراير ويدور به الجزائريين مش يقولوا له، يقولوا له نريد حلول سياسيه. اليوم ان لازم نخموا في حلول سياسيه تكون شجاعه، ماشي نتخباو من مور الحراك ونجي ونعاودوا شعار تاع الحراك نعاودوه لك انايا في المغاربيه ولا في اللغه بطريقه سياسيه مجمله. نعطيو حلول سياسيه، حلول واقعيه، حلول تقدر تكون فيها تفاوض، فيها بعض التنازلات، لكن ان نكونوا نعطيو حلول واقعيه للخروج من الازمه. لكن النخبه يعني معك في هذه، النخبه لازم تدخل مباشره وتعطي وتكون على مستوى الحراك الشعبي، تكون مسؤوله وتكون وتعطي وش الواجب تاعها للشعب الجزائري. طبعا لانه البلد، لانه البلد على المحك في نهايه الامر، وما يقومون به هو الان اليوم هذا الحراك كله حقيقه هو ليس من اجل الناس الموجوده الان، هو من اجل ابنائهم واحفادهم ومستقبل الاجيال في نهايه الامر. هؤلاء خلاص فاتهم القطار كما قال، لكن لا يجب ان يفوت كذلك الاجيال القادمه. وهنا مسؤوليه كبيره على المثقف، البرج العاجل المثقف لا يصنع شيئا، سيكون ربما ضده يوما ما في التاريخ. شكرا لك حبيب إبراهيمية على المشاركة، القيادي في حزب جيل جديد، كنت معي من الجزائر. أشرع الآن في تلقي بعض الاتصالات ثم أعود للأستاذ كذلك لأختم بعد قليل مع الأستاذ حميد محمد بن محمد بن محمد من سطيف. مساء الخير يا سيد سمير. مساء النور. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيد سمير كما تقولوا انتم الصحفي، وحبيت نعطيك سكوب. تفضل. ويكمل ما قالوه ضيفي الكريمين، ناشط سياسي تعجيل جديد، والسيد الاخر بيقول لك نظام لازم يخرج، لازم يخرج، لازم يخرج، ولكن بطريقه سلسه. نعم. ما طولش عليك سي سمير، القاعدة تبدو دقيقتين، لكن أنا راني ناشط سياسي من السبعينات. الطريقة السلسة باختصار شديد ومطروحة للحوار. يعني البقايا هذوما تاع الرصاص المفسدين يخرجوا، وحنايا يعني اقتراح، برك اقتراح كناشط سياسي، الاموال اللي داوها ما نقولوش سرقه ولا رصاص، هذا كلام مش تاع مفاوضات، نقولوا قروض بنكيه داوها، خاصه داروا بها شركات وراهم يخدموا فيها مواطنين، وكاينين مواطنين اللي راهم عندهم ربع شهر ما تبقوش. ثاني هذا نعتبروه قروض بدون فائده وقصيره المدى. سي سمير واضح. النقطة الأخيرة هذيك تاع التلاعبات، هذه فم الكلمة الأخيرة كنت تقول فيها هدايا، والله غير قلت أنت وعجبت لي سي سمير، قلت هذه كل تضييع وقت للجزائر، ورانا كسبنا راسي تعاطفي في العالم، يقدر يجلب لنا كالاخوه المغاربه والتوانسه سياح. لكن رانا من جانب اخر هذه العصابه اللي ما حبتش تخرج، وانا نختم ما في سامير، نختم راهي جعلتنا كي شغل خروف ضايع، ولا قول لي الجمعه تاع زيد سي سمير، الجمعه تاع زيد ذئاب، ماذا ذئاب نعم ذئاب يعطيك الصحة، انت تعرفهم، كل واحد يعرف اللي كاين ذئاب راهم ينتظروا وستاش الخروج. واضح جدا يا ابن محمد، شكرا جزيلا لك على الافكار التي طرحتها.
أود منك تعليق أستاذ حميد للو على مسألة دور المثقف في هذا الحراك في هذه الثورة، ليس بارزا. نعم ليس، للأسف ليس بارزا. أنا شخصيا واحد في واحد من تدخلاتي أنا أعطيت فرصة للمغاربية أن يخلوا أي مثقف ولا أي ناشط جزائري معروف يثقون فيه إذا أراد أي مساندة تقنية. نعم. مساعدة في الكتابة وأنا مستعد. نعم. يعني في سبيل الله بلا جميل. بسرعة، أنت قلت ما هو خط الثالث. خط الثالث الآن انقلبت اللعبة، لابد من الحراك أن يعطي ضمانات لبقايا النظام. ما بقاش النظام يعطي ضمانات للشعب، الآن الشعب هو لازم يعطي ضمانات لبقايا النظام. وقلت هذا الاقتراح تاعي هو يخلي باب ورائي مفتوح. مثلا واحدة من الشعارات اللي قد يخرجوها في الشارع يقول يا القايد الله يسمح امشي انت وحاشيتك وخلي بلاد لأهلها. ها هذه واحد من امشي الله يسمح امشي يخلي البلاد. تكلمت على النخبة الجزائرية. حقيقة أنه كثير من الثورات ما فيها الفرنسية والثورات الأخرى النخبة تلعب دور، لكن ما دام عطيت هذا المثال الثورة الفرنسية، مشي بالنخبة وحدها من داخل النظام. من بدأ الثورة في فرنسا؟ أهل النظام كانوا داخل النظام الفرنسي وما عجبهم وكانوا يعني جاهزين للتغيير، وهذا اللي نقوله على حساب على ما أقوله بالنسبة للنظام الجزائري. لكن أستاذ حميد، معركة الوعي خاضها المثقفون في فرنسا قبل يعني عقود من وصول أو من اندلاع الثورة الفرنسية، لأنه عملية تراكمية هي في نهاية الأمر. بالطبع. لكن ما يخفش عليك الآن مثلا على مستوى الجامعات في الجزائر عندنا النخبة الجزائرية. طيب. هي خدامة النظام. وكل الانتخابات على مستوى الجامعات تنظم من النظام، كل النقابات الجامعية تنظم من خرجت على النظام وتكون عندك نقابة مستقلة ما يسمعوا لكش ما يخلوكش تعمل. لكن وإن كان في الجزائر موجودة نقابات المستقلة سناباب. نقابة نعم. مستقلة نعم بالطبع. نعم. لكن نعم. يحاصروهم ويضغطوا عليهم. نعم. ويستعملوا. نعم. كل وسائل. لكن واضح. أتفق معك الرأي، النخبة الجزائرية حان الوقت للنخبة الجزائرية أن تكتب وتؤلف وتنشر، لأن احنا عالم تكنولوجيا الآن، واحد يكتب ويرسل بكتاباته يقد يعمل. جميل. سلف بابليشينج يقد يعمل هذه الأمور كلها. صحيح. شكرا لك أستاذ حميد للو الأستاذ الجامعي في فيرجينيا، شكرا لك على المشاركة والإفادة على لنا، وككل مرة إن شاء الله فرصة قادمة نستفيد منك كذلك. الآن نفتح الخطوط مرة أخرى، من معي من المتصلين حتى نواصل هذا التلقي الاتصالات، لأنه مهم جدا. طبعا أصواتكم مشاهدينا الكرام مهمة للغاية، ورأيكم في هذا خاصة هذا التطور الذي يحصل الآن. كريم يونس الآن قدم تقريره، وهناك اقتراحات ستمر إلى البرلمان للموافقة عليها ويعني اعتمادها، وهناك إمكانية إلى أن نجد أنفسنا خلال هذا الأسبوع أمام دعوة للهيئة الناخبة لإجراء هذه الانتخابات. هواري السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام، تفضل يا هواري. عندي واحد الحل يا الأخ سمير، أنا في عمري 70 سنة. الله يبارك. عندي واحد الحل. لعب النظام. أها. القانونية تاع تساق هذا النظام، هذا يعني الحزب تاع جبهة التحرير يدنحها يعني من أصله. حاشا المشاهدين، شبه التحرير مش شبه التحرير. طيب. ومعنا عندي في يدنح هذا زوج الأحزاب، أدعي بالخير إن شاء الله تكون بخير إن شاء الله بعون الله. ما دام هذ المخربين يكلوا الدمانات وكلوا البلاد وكلوا الأراضي وكلوا الأموال، ما دام هذ السوسة الجزائر ما تشوفش الخير أبدا. ليعني تعب النظام سابقة لبنان نديروا استبدال الشعب. ليه الشعب رفض لبنان؟ عرف اللي النظام راه ينتهي الانتخابات نزيهة وصحيحة. لكن النظام متأخر يغطي يعني الفضائح تاع لبنان، لأن الجزائر سبب خراب تاعها لبنان. جبهة التخريب هي سبب الدمار. طيب. هي اللي قتلت الناس في التسعينات، هي اللي خربت البلاد والعباد. هذا الشعب الجزائري ما يشوفش الخير حتى هذا الحزب
هو والهيراندي ينقلع من اصوله. هذا ان شاء الله نشوفه الخير. طيب والله يجيبنا القائد رباني. شكرا يا هواري، شكرا لك. شكرا يا اخي هواري، شكرا وعليكم السلام. كمال من عنابه. كمال وعليكم السلام. ما فيها؟ نعم نعم. شوف مصر الجزائرية بدون شوتي في كلام الحيرات وكل كل مصر أنا بيجون على وتر. ما فيها خويا؟ ما فيها؟ نسمع فيك. قلت احنا يا زي حيرات ولا بزمان ديجون شوتي في كلامنا من هذه الجماعة حتى المخب قش يقبلها. احنا وقت وقت قمر وقت شوف احنا انا الهيرات الى ديجون كل ليراسيون انترناسيونال نخدموا ليكونومي حتى مع اليهود نورمال عندنا مدينة وعندنا مدينة احنا اوفر نخدموا تعال نطوروها كل يخرجوا على هذا المكتب اللي هو الجزائري. واضح، شكرا يا كمال. مراد من الجزائر عبر سكايب. مراد الو مساء الخير مغاربية. مساء النور. بالنسبة للانتخابات الرئيسية فهي لن تكون أحب من أحب وكارهة من كارهة، لأن الشعب الجزائري اليوم هو الذي أصبح يقرر وهو من سيقرر غدا، لأنه أسقط انتخابات 18 أبريل وأسقط انتخابات 4 جويلية، وبالتالي لن يقبل أن تكون هناك انتخابات في ظل الشروط التالية. نحن سنقبل انتخابات رئيسية لكن بشروط محددة. هذه الشروط مراد. يا مراد أين ذهبت؟ طيب عبد الحميد من بومرداس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن نحيي كالعادة قناة المغاربية وكل شرفائها الأحرار. أريد التدخل فيما يخص النخبة الجزائرية ومن كتابها ومثقفيها وكل الرجالات الذي يحسبون على النخبة الجزائرية. فطبعا أنا شخصيا ما أتتبعه يوميا من خلال مشاركتنا في هذا الحراك وفي هذه الثورة المباركة. يعني فيه اختفاء، إذا كانت الكلمة تصح، فيه اختفاء كبير لهذه النخبة التي تمثل خيرة أي تقصد تقصد غياب عبد الحميد. نعم غياب، ولا شكرا على الكلمة، غياب. نعم. هذه الفئة المثقفة. فطبعا نحن نريد أن نقرأ لهم وجهات نظرهم وتوسيعهم لبعض النقاط التي هي في الساحة، في ساحة هذا الحراك، في ساحة المعركة السياسية. فسكوتهم طبعا يذكرني بعض المثقفين الذين ينتظرون فقط جوائز فخامته. أتذكرهم شخصية بشخصية. فطبعا لا ننتظر من هؤلاء، ولكن يوجد شرفاء من هذه النخبة السامية المتعلمة المثقفة من أساتذة وكتاب. نريد أن نقرأ لهم كتابات. نعم. نريد أن نقرأ لهم وجهات النظر. ثانيا بالنسبة للحراك، لا يجب على الشعب الجزائري إخواني وأخواتي أن يؤثر فينا هذا المضي نحو المجهول بهذه كذا تصرفات سياسية وفرض أوامر بالقوة وتجاهل مطالب الشعب التي هي كل جمعة وكل ثلاثاء من طلباتنا الأخيرة. فطبعا الثبات ثم الثبات، لأنهم مرتبكون فعلا ولا ويمشون بخطى مرتبكة فعلا. فالثبات على الحراك. شكرا شكرا أخي عبد الحميد، شكرا، نكتفي بهذا القدر. عبد الرحمن بومرداس. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام خويا. انا شفت قبيله لطفي، خونا لطفي جوز جماعه من السالم سكي باري ضربوهم، لا بوليس ضربوهم. والبروكيور ما حدش ياخذ لا ديبوت بلانت تاعهم. خويا انا نطلب من سعد الجبار وهذا سفيان شويطر وكذا يوروا الناس من يشتكوا في العالم هذا. كاين منظمات، كاين مش عارف انا، كان الناس يشكو منهم. علاه تسمى عليه يضربوهم في المسيره وعليه يضربوهم خرج يديروا مسيره يضربوهم لا بوليس. اخي ولي هذا الناس يوريونا كيفاش نديروا نشكو فيهم في العالم هذا. انا ما كاش، انا كان حقره، انا كان ظلم.
واضح كي يورونا هذا الاخر، هذا اقتراح من عندنا اخويا هكذا. شكرا يا عبد الرحمن، شكرا جزيلا، شكرا، بارك الله فيك. عبد المالك من عين الدفله، عبد المالك. طيب عبد الرحمن، الو، تفضل يا عبد الرحمن. الو، السلام عليكم سمير، والسلام على المنتقم المغاربية وعلى كل الشعب الجزائري. جيت حبيت نتكلم يعني على دقايد صالح اللي راه يطبع في الحالة باش يتجوز يعني هذه الانتخابات. هو دقايد صالح على كل حال طاح في حفرة، هو غبي، طاح في حفرة في 22 فبراير، كان يخمم كيفاش يخرج من الحفرة هذيك، ماشي يحفر، خاطر في الدنيا هذه كتح في حفرة تخمم كيفاش تخرج، ماشي كيفاش تحفر، كل ما تحفر زي تحبط. هو راه 29 دوك متر تاع الحفره هذه، وحب يدي الشعب معاه. المهم له هو قايس صالح خلاص مات في حفره تاع 29 متر، يعني 29 سمانه يعني تاع الحراك. دوك المشكل يعني قاعد يعني يحوسوا على الانتخابات، الانتخابات ما كاش هذه قطعا. طيب. يعني ما كاش حتى يتبدل كاع السيستم. نعم، لو كان يبقى السيستم هذا حي الشعب بنا حفرة قبل الروحو. طيب عبد الرحمن شكرا لك أخي، شكرا على المشاركة معنا. عبد المالك عين الدفلة عبر سكايب، وينك يا عبد المالك؟ عبد المالك تسمعني؟ طيب آدم من بلجيكا، أهلا، مساء الخير أخ سمير، مساء النور، تحياتي لك وإلى كل طاقم المغاربية وإلى كل متتبعي القناة. الله يحييك. أنا مداخلتي راح تكون مباشرة في موضوع الساعة، يعني تقرير وتوصيات كريم يونس اللي سمعناها اليوم. أنا هذا ما كنتش ما تبعتهاش، لكن هذا قريته في فيسبوك محتواها عبر بعض الصحف، ولي حبيت اسمه شو في حالة ما، خليني نطرح بركة دي probability. نعم. في حالة ما مشات حكومة بدوي وجات جات لجنة تحضير وتحضير الانتخابات عندها كل 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 كيفاش معك، عندها كل إمكانيات تاع الوظائف الداخلية. نعم. هي اللي تقولش كأنها تكون مكان وزارة الداخلية، كل وزارة الداخلية اللي تأخذها يكون عندها البرميشن هذه. في حالة ما إذا رحنا هكذا في هذا الاتجاه، وعلى بالي مرحلة تاع 90 يوم راه مش كافي، يعني انتخابات رئاسية. نعم. وش يعني احنا يا يعني انا عضو ناشط في الحراك، فقط نحب نشوف يعني نشوف برك كيف يعني احنا لازم برك نشوف كذا، لازم النقاش لازم كذا نافونتاجيو لو ديبا هكذا، الحوار بين الجزائريين والنقاش، الفو با نيجليجيو النقاش والحوار بين برك، هما عندهم بروبوزيسيون هذه احنا كيفاش نشوفوا اسكو واش هي واش هما الجرانس اسمها، حتى الوقت حتى اي مدى الحراك راح يروح مثل هذه الشتيم، هما طرحوا هذا الشيء. انا نشوف فيه يعني بكل موضوعيه وبراغماتيه يعني نقدروا نتناقشوا في هذا الاتجاه. حبيت الشعب واضح ادم، واضح ادم ان الشعب ما لا يغلق باب الحوار، يبقى مفتوح. المشكل ما الشعب مش غالقه، هو ان المنظومه الاخرى تنادي بالحوار ولم توفر له اي شرط من اجل ان يكون حوارا حقيقيا وجديا. المشكله دائما في الطرف الحاكم، الشعب ليس هو السبب في كل ما يحصل، وهو مستعد لان الحوار هو الطريقه الوحيده في حقيقه للخروج من اي ازمه. الحاج من باتنا، السلام عليكم. وعليكم السلام. راسك حبيت نسأل مثلا تاع حقوق الإنسان والأمم المتحدة والأمريكان هذاك اللي يتصدق بالحقوق الإنسان، لا واحد في لاشين نهار طول يأكسيهم على الديمقراطية وما مشي يشوفوهما في الحركة ذاية في الجزائر، كيفاش واحد ما حد يهبر علينا لا حقوق الإنسان ولا اللوني ولا الأمريكان، لا واش ما يدخلوش مثلا، ماذا ما يقول لك بغيناش ديكتاتوريه وماش عارف واش، وهذه الجزائر ها بنشوفوا فيها. وسؤال اخر يا ترى نهار نديو الاستقلال والحريه
والامريكان والاوروب يديروا هنا لا امبارغو ما كان لا دقيق لا لا قمح لا دواء، اسكو الشعب يقدر يسيبورتي ويصبر؟ لازم تقولوا لهم لازم كان تصبروا تصبروا، كان ما تصبروش لا سيبارابان تغلبوا رواحكم، هاي تبقى على خير. لا لا واضح الشعب انه ناوي الصبر ولا يهمك. سبع اشهر ومازال سيصبر حتى يمل صبره من صبره كما يقال. ابو بكر وهرا. ابو بكر راح. الاخ محمد من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخويا راني نشوف على كل حاجه، تحياتنا اولا للقناه المغربيه. مرحبا. راني نشوف الصور تاع هذيك اللجنه امام بن صالح. الغار يعني في الحقيقه انه كان غير يحول الاجتماد ويلبسوا كاع زي العسكري، لاننا رانا نشوفوا فيهم يعني اوزور كيفاش علاه يعني نقول الكلام هذا، لان كان كريم يونس قال باللي راني راح نستنى التقارير تاع الاحزاب اللي شاركت في الحوار، وراح نديروا تقرير وراح نجمعوا الهيئه الوطنيه ونديروا ملخص وكذا وكذا. مجرد ما انتقل قايد قال الكونفوكاسيون تاع الهيئه الانتخابيه في 15، سبحان الله العظيم، يعني تم كل شيء وجد. تقرير فيها 400 صفحه وقال لك راهو عدلوا القانون الانتخابات، بينما القايد بنفسه قال باللي النظام الانتخابات هذا ما نجموش ننظروا فيه كلية، لان ما عندناش الوقت. قال لك رانا شفنا كلش قمنا كلش خلاص، هاكو هاو التقرير، والتقرير هذا راح يوافق عليه سي بن صالح، وبن صالح قال لهم يا استمروا في الامور تاعكم. الله غير يعني والله غير عيب يعني، ما كاش كيفاش بدهم يوصف هذه المهزله هذه. انا نقول باللي يعني الوقت راهو حان وكلش راهو بان، كما قد تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود، فما على الشعب خلاص هذه حكايه الحراك. المفروض ما نزيدوش نستعملوا كلمه حراك، استعملوا الشعب. الان كاين شعب من جهه، وكاين نظام ومع الشياطين ديالو واللحاشين تاعو، هذا هو. واضح. السلام عليكم ورحمه الله. سلام يا محمد، شكرا لك. مراد من الجزائر. مساء الخير الاخ سمير مره ثانيه. الانقطاع المكالمه الاولى كانت انقطعت. نعم. انا كنت نقول ان الانتخابات الرئاسيه لن تتم في ضمن الشروط الحاليه، ونحن سنقبل انتخابات رئاسيه الا ضمن شروط يفرضها الشعب، لان الشعب اليوم اصبح يفرض شروطه، لان الجاذبيه انطلقت يعني تنقلت من السلطه وهي في اتجاه مستمر نحو الشعب. الشروط التي سيطلبها الشعب هي اولا اطلاق مساجين الرئيس، سواء الذين احتجزوا او سجنوا قبل 22 فبراير او الذين يعني سجنوا بعد 22 فبراير. الشرط الثاني هو التعهد مسجل لقائد الاركان قائد صالح يتوجه به الى الشعب ويتعهد من خلاله بعدم المس ب السلامة الجسدية والفكرية للمعارضين الجزائريين الذين سيدخلون إلى الجزائر ودون قيود وشروط. الشرط الثالث هو استقالة بدوي بن صالح والقايد صالح وتقديم السلطة إلى هيئة رئاسية تتكون من 48 يعني ممثل بممثل لكل ولاية. إذا كانت هذه الشروط يعني نحن الشعب سنفكر في انتخابات رئاسية، إن لم يلبي لنا هذه الشروط فنحن سنخرج كل جمعة. نحن سجلنا يعني 29 جمعة ونحن مستعدين لأن نسجل 29 جمعة أخرى. الشعب بعد 22 فبراير لم يعد نفس الشعب بعد 22 فبراير، لأن معركة الوعي نحن بدأناها منذ سنوات عديدة والآن نجحنا في معركة الوعي، وبالتالي سنستمر. وعلى هذه السلطة أن ترضخ لمطالب الشعب، والرئيس الذي سننتخبه مستقبلا يجب أن يكون رئيس مدني، لأن يجب أن يكون أن يحمل أفكار وليس رئيس عسكري، ويجب أن يكون هو الحاكم الفعلي للجزائر ولا أن يجب أن يكون واجهة عسكرية. يعني إذا استطعنا أن نصل إلى هذه يعني هذه المعادلة التي تكلمت عنها فنحن سنعيش في دولة ديمقراطية. شكرا أخي مراد، نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا. عبد الكريم من الجزائر. السلام عليكم الأخ سمير. وعليكم السلام. الله يحفظك ويحفظ القناة المغربية إن شاء الله. بارك الله فيك، تفضل.
خويا سمير احنا قلنا ما كانش انتخابات مع العصابات وهذا ما يحبسوا علينا احنا يا اخي احنا قلنا ما كانش انتخابات مع العصابات النهار الثلاثاء صراحة نعود لهم انا راني نخرج عندي 65 سنة راني ثلاثة والجماعات مع خالتي الطلبة واليوم فرحت الحاصل لقيتهم اليوم في تعب الزور ان شاء الله يتفاهموا ويقصروا ام الله يبارك احنا يا مادام كان هذا المجرمين اللي راني نشوف فيهم في الشاشة انا عنده ما كانش يروحوا ونهضر باسم الحراك احنا الانتخابات كي تكون نزيهة مالاش ما قلناش انتخابات ما كانش ولا سنة احنا نروح انتخابات بصح ماشي مع قايد صلاح لازم يسكت قايد صلاح شحال ما يزيدش يهضر ثلاث شهور ويشوف واش يقول الشعب احنا قلنا ما كانش الخمسة ما كانش كادجوي وما كانش هادو ان شاء الله ولا حبوا يدوا البلاد الهوية هما المسؤولين هادو اللي كتبوا فيهم المجرمين هادو احنا قلنا بإذن الله الشعب واحد والله ما نمولين باسم الحراك وانا نقول لك واش نقول لك والله يا خويا سامر ما نمولين عندي 65 سنة حياتي مشيتها بالبلاد هادي بصح بإذن الله إذا جازوا هادو يجوز ما نعرفش شكون يجوز احنا يا بإذن الله فصلنا فيها حبوا الانتخابات وهم يكذبوا على الشعب يقول لك بلي هاد الناس نروحوا للانتخابات بصح ماشي مع العصابة هذه من قايد صالح لهاد المجرمين هادو اللي كتبوا فيهم هنايا احنا بإذن الله قلنا كلمة والله نهار ثلاثة إن شاء الله راني في الصف الأول مع خاوتي ونجري ونربح ونعيط حتى تروح العصابة بإذن الله نعم وشتهم بداوا يلعبوا في تاعهم خويا سمير وبارك الله فيكم ربي يجازيكم شكرا شكرا يا عبد الكريم شكرا جزيلا لك ولكل من تابعنا الآن مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود بعده لنواصل هذه التغذية كما تعودنا تفضلوا بالبقاء معنا.